فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الجامعة التي أدرس فيها هناك إمكانية لاختيار معلم المادة، فهل يجوز لي أن أسأل الطلاب الذين سبق أن درسهم هذا المعلم فيذكرون لي محاسنه ومعايبه، أم أن هذا من الغيبة؟ هذا من الغيبة، وما حاجتك في ذكر هذا المدرس وذكر الطلاب له؟ هو يكره هذا ولا يرضى به. لو جاء واحد طلب من الطلاب يذكرونك ويذكرون، ما ترضى بهذا. نعم.